السلام عليكم ورحمة الله. احنا الان في منطقة اكتشفات، جينا نصور لكم شقة 3 غرف صالة، الدور الخامس، مساحة الشقة 135 متر مربع، شقة رقم 12. طبعا الشقة مؤثثة، عندنا المدخل هنا اول ما ندخل، عندنا دواليب الاحذية اكرمكم الله، على يسارنا على طول المطبخ. طبعا الشقة مؤثثة بالكامل والبيع مع الأثاث. عندنا أثاث كامل من برادات ماء سخان كل شيء. نجي نشوف الصالون، عندنا هنا الصالون طبعا زي ما انتم شايفين مساحة واسعة وشرحة ما شاء الله، لها بلكونة خاصة فيها. نطلع نشوف اطلالتها من البلكونة. طبعا هذه الإطلالة من البلكونة. الشقة داخل مجمع سكني متكامل فيها جميع الخدمات. عندنا هنا الصالون زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، مساحة واسعة وشرحة زي ما ذكرنا، البيع مع الأثاث. نشوف تفاصيل الشقة، نكمل تفاصيل الشقة. عندنا هنا دورة المياه الأولى أكرمكم الله، عندنا هنا الغرفة الأولى طبعا إطلالتها على المجمع. شوف الغرفة الثانية طبعا 3 غرف دورتين مياه. هذه الغرفة الثانية، عندنا هنا دورة المياه الرئيسية مع الباني والمروش. وأخيرا نجي لغرفة النوم الرئيسية، هذه غرفة النوم الرئيسية. وهذه إطلالتها من الخلف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.